نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. لقد جاء في الحديث انه في اخر الزمان يخرج الرجل من بيته فيكذب الكلمه تبلغ المشارق والمغارب في لحظه. كان الناس يقول كيف تبلغ المشارق والمغارب؟ جاءت وسائل الاعلام هذه، وسائل النشر والبث والتواصل، فظهر ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. علينا جميعا ان نعتصم بكتاب الله، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Islam has many of the solutions and answers to a lot of the problems that exist in the world today.